السلام عليكم، انا الام ديال هاد البنيه هادي اللي في عمرها 15 عام. هاد المشكل وقع ليها ملي كانت عندها 13 عام. احنا كنا جينا غير ضياف هنا الاسفي، وكيف ما كنجي هنا عند دار والديا كنمشي لدار شيخي عادي. الامان زعما سميتو عادي، ما عندني لا معاهم لا خلاف لا حتى شي حاجه. واحد دوزنا العطلة، دوزنا العيد الكبير، تقررنا هكا نمشيو حالاتنا. وتغتصب ليا بنتي، تغتصبت من طرف عمها، العم اللي خاصو يكون في مثابة الأب. مشينا احنا، رجعنا في حالاتنا لدارنا، ما في راسي انا حتى شي حاجة، ما في راسي انا حتى شي حاجه. رجعنا بحالاتنا، ملي كتفصل بحال هكا شي عطله كنقول غنهود، اسفي غنهود لدارنا. هي ما كتبغيش، كتقول لا ما نمشوش، ما كاين لاش نمشيو. بقات بحال هكا. هاد العام عاوتاني قلت انا غادي نهود. ملي كتسمعني كنقول بحال هكا ما كتبغيش، هي كتقول لك لا بلاش ما نمشيو، بلاش ما نمشيو. اختي كتواصل معاها كتقول لها علاش ما كتبغيش تهبطي، علاش ما كتبغيش تجي لاسفي، اشنو السبب؟ هي ارتاحت ليها ومقربه لاختي شويه عليا انا، وعاودت ليها، عاودت ليها السبب اش واقع. ملي اختي سميتو عاودت ليها قالت ليا، قالت لي باش نجي، باش نجي عندهم، راه كاينه شي حاجه ضروريه. جيت انايا وعاودوا ليا اش كاين، عاودت ليا الاخت ديالي. وملي عاودت، عاود سولت انا بنتي، وعاود سولتها وعاود سولتها وعاود سولتها نفس الهضره. قلت ليها علاش ما قلتيش ليا ديك الساعه؟ قالت لي انا خفت. مناش خفتي؟ قالت لي انا خفت من كل شيء، خفت من كي، من بابا، من كل شيء. ما انا ما عرفتش، انا يما نكذبش عليك، وتصدمت، تصدمت. العم ديالها اللي خاصو يكون بحال الاب، لا حول ولا قوه الا بالله. وصافي، ايوا مشيت ودرت الشكاية ودفعتها للوكيل الملك، داروا معها البحث، داروا ليها الخبرة، داروا ليها كل شيء، البحث ديالهم كل شيء، ولقاو عليه هو القبض. واليوم دزنا عند وكيل الملك عاوتاني، دا سولها، سولو. المهم هو هي ما بغاش يعترف، ما بغاش يعترف بجريمته، ولكن ما تابتش هو في هضرته. كيقول حقا هما عندهم عداوه معايا على الدار. واش من دار واش من عداوه؟ انا ما عندي معاهم حتى شي حاجه نهائيا. انا ملي كنجي في العطله كنجي دارنا كنمشي عندهم عادي، كنهضر معاهم سميتو عادي، وحتى هي كتهضر مع عائلتها عادي، ما عنديش معاهم شي عداوه، وما كعنديش شي سبب علاش، علاش غادي نحنا نكذبوا عليه ولا نحطوا عليه شي باطل. مستحيل، ما يمكنش، راه العم ديالها ماشي شي واحد اللي براني غادي نكذبوا عليه. زمت انايا، انا اصلا دابا راه كنهضر معاكم والله اللي عالم عليا، انا راه هادشي كامل اللي وقع، هادشي كامل اللي داز، ما كيتقبلوش العقل، كيدخلش للدماغ اصلا. انا بنتي كنت كنشوفها تصرفاتها وهضرتها ماشي عاديين، كنقول يمكن سي المراهقه والاب ديالها ضاغط عليها شويه، ما كتخرجش مع البنات، ما كتلبش كيف ما البنات ديال هذا الوقت، وكنقول يمكن راه غير من هذا الشيء. هي ديما منعزله، ديما قاعده بوحدها، ديما كتبكي. الاب ديالها حاليا باقي ما فراسوش، هو دابا باقي ما فراسوش، كنحاول نتصل به، الريزو عنده ما كيشدش. انا اضطريت نخبي عليه، كيخدم في البحر. لا باقي دابا الريزو ما شادش ليه. انا يا علاش المده ما قلتهاش ليه؟ خفت، خفت منه هو يجي غادي، ما غاديش يتقبلها، راه الاخ ديالو ما غاديش، راه شي حاجه صعيبه بزاف. خفت يقتل خوه ولا يقتل راسو ولا يدير شي جريمه ولا شي حاجه، قلت من الاحسن حتى يتشد خوه عاد نقولها ليه. وفعلا ملي اعتقلوا خوه كنحاول نتصل بيه، كنحاول نتصل بيه، باقي الريزو ما شادش ليه. وملي تواجهنا احنا مع هذا السيد قال لك لا، كيفاش علاش تحطوا عليا انا هذا الباطل؟ انا مستحيل نحط عليه هو هذا الباطل، هو راه عمها. كون بغينا نكذبوا عليه غنكذبوا على شي حد اللي براني.
وما كاينش السبب، ما عندي معاهم لا عداوة ولا حتى شي حاجة. كنا هذيك الساعة عندهم في الدار، حتى الأب ديالها كان، كنا احنا بيتي الفوق وهي وخوتها جو صغار، وجدها بيتي لتحت، وهاد العم ديالها في البيت وسط في البيت هكا في التلفازة، كي البيت اللي في التلفازة جالس فيه. هي منعسة فوق الفوتاي في وسط الدار، وجداها والدراري الصغار في الصالة أنفاس معاها مقابلين معاها. وعلى ما حكات لي هي بأنه حتى الليل عادة حدا ناضج ليها ديالو، هو 30 عام دابا، حاليا غيكون شي 32 ولا نعرف 33. انا ما بغيت شي حاجه، ما باغا من حتى شي حاجه، بغيت غير حق بنتي يبان. انا ما قدرتش نسكت، انا ملي سمعت هذا الشيء وعرفت تسميته ما قدرتش نسكت، ما نقدرش، بغيت حق بنتي يبان، الله ياخذ فيه الحق وصافي. هذا ما كان، انا ما جيتش، ما ام كتبغي دير تشهر بنتها ولا تفضح بنتها ولا ولا هي، انا اصلا انا كامله ما نبغيش نتحط في هذا الموقف، ولكن الله ياخذ فيه الحق، هو السبب في هذا الشيء كامل. علاش يطرى لبنتي؟ ما نبغيش يطرى لشي بنت اخرى. الا سكت انا وسكتات واحده اخرى وسكتات واحده اخرى، راه هادشي راه غادي يتزاد بزاف. انا حق بنتي في الله والعداله، ما بغيتش حق بنتي يضيع. هي اصلا ازمه نفسيا، ما عندها بحال قالت لك الحياه بحال الموت عادي، ماشي ما كنطلبش انا هي شي مساعده ماديه ولا شي حاجه، لا انا بغيت غير حق بنتي يبان. علاش يدير هاد الفعل؟ وعلاش دارها وكاك وباقي ناكر وكيقول لي لا انتم باغيين تحطوا عليا الباطل؟ انا علاش غادي نحط عليه الباطل اصلا، وانا ما عندي معاهم لا عداوه ولا حتى شي حاجه، ما عنديش معاهم شي حاجه.